خليني أسألك، يعني إحنا لما بنتكلم كمسيحيين في مرجعية، في مخطوطات. تمام. ماذا عن المخطوطات؟ يعني إحنا بنقول اللي بثبت الكلام اللي أنا بحكيه في إله مرجعية، في إله مخطوطات، في كتابات، في توثيق، في تاريخ، في يعني من أماكن عديدة، ومن مكان لمكان ما بيعرفوا، في لغات عديدة كانت منتشرة حتى قبل الإسلام وإلى يومنا هذا ما فيش مخطوطة ناقضت نفسها. لكن ماذا عن المخطوطات؟ مخطوطات بقى عندنا مخطوطة عجيبة شوية اسمها مخطوطة صنعاء. مخطوطة صنعاء لو نحطها على الشاشة، مخطوطة صنعاء هي من القرن الثامن، لكن زي ما حضرتك شايف كده هوت هتلاقي في تكست اللي هو لونه اسود من القرن الثامن، وهتلاقي بسبب التكنولوجيا العصر ظهرت كتابة تانية في الخلف. شايف الزرقة ده هي دي الكتابة اللي ظهرت عن طريق الأشعة، بيقدر يكتشفوها بالضبط. اكتشفوا بقى أن كان في مخطوطة قديمة وتم محوها. المخطوطة القديمة عمرها في القرن السابع، والمخطوطة الجديدة في القرن الثامن. وعلشان كده احنا بنعتبر المخطوطة بتاعة صنعاء دي أقدم مخطوط في للقرآن. لو احنا بنبص للي هم مسحوه، اللي هو الاصل اللي هو اتمسح ده في القرن السابع. القرن الثامن جه وكتب مسحوا دي وراحوا مكتبين مخطوطه تانية. اختلفت في ايه؟ نسختين مختلفين، مقاطع كامله اتغيرت واتمسحت، تعدلت واتغيرت في كلمات، عدد الحروف والايات، كميات رهيبة جدا من الاختلاف ما بين، في كلمات سريانية كمان كتير كتير يعني. من يعني لو ترجع للمخطوطات، المخطوط صنعاء، وتبص على حتى جوجل دلوقتي هتلاقي ان كم المعلومات عن مخطوطة صنعاء يعني بيدين المخطوطة، مش بيخلي المخطوطة تثبت ان القرآن اللي معانا ده صح. وطيب هو لو احنا قلنا القرن السابع والقرن الثامن جت المخطوطة الثانية، المخطوطة بتاعت القرن الثامن برضو مختلفة عن القرآن ولا تثبت القرآن وغير منقطة.